اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ستايل بلس. اليوم هنا باش تحاول تغير اللوك والحياه نتاع زوج بنات فرد عمر تقريبا فرد سيتوياسيون فادي 26 سنه من الورديه واللي على باب عرس وتحب تعمل شونجمون راديكال في لبستها سبور ياسر دره 26 سنه زاده واللي تحس بروحها ما تعرفش تلبس وديما معمله على الجين والمسبدريات باش ما تضيعش وقت وحابه انفان تجرب التالون وحاجات بلوشيك. منى عندها جمعه في يدها هي وفريق ستايل بلس باش يهزوا لو دو كانديدات لي بارتنير نتاعنا وبالاستعانه دي سبيسياليست باش يحاولوا يعطيوهم اللوك اللي يناسبهم ويغيرهم. Par la même occasion, y a-t-il comme azé ou mouchehdine des astuces beauté pour un look toujours branché. منا باش نعرفوك على فادي 26 سنه على ابواب عرس من الورديه. فادي قاريه كينيزي ثيرابي وتلوج على خدمه في انتظار عرسها سيف السنه. فادي تحاول تعبي وقتها الفارغ بزاكتيفيتي فاريي. جينيرالمون نقعد مع صاحباتي سواء نعملوا قعده في الدار سواء نخرجوا كل مره كيفاش نعملوا بروجرام. ساعات نعمل ايروبيك نعمل سبور ساعات شويه مسكيلاسيون نعملوا مارش مع بعضنا دو تان زون تان. فادي اتصلت بستايل بلس بعد ما حست انه لونتوراج نتاعها الكل لام عليها سون لوك ستاتيك اللي ديما سبور من ايامات قرايتها. صاحبتي ماما يقولوا لي ديما راوك بنفس اللوك ديما سبور ديما ميم ستيل من بريود القرايه من كوليج ليسي فاكولتي خدم ديما نفس اللوك. حتى من صاحبات فادي لاحظوا انا ما تغيرش ياسر ويحبوا يشوفوها في لوك بلوز ادابتي لعمرها. فادي ملي نعرفوها ديما بتجين بس بدري بول ما تلبسش برشا حاجات ما تلبسش اكسسوار. فادي كي تشوفها بروبه تقول بدلت لوك لوكها بون ديما تجين ديما سبور ما تلبسش قليل تلبس بوزي قليل تلبس غاب. ديجا هي قادمه على العرس ان شاء الله في الصيف لازم تبدل لوك نتاعها يعاونها القدام. يظهر لي كلمه جين وسبور تعاودوا ياسر واكدوا انه فاديا ما تحاولش تبدل في لبستها ني في شعرها ومكياجها. راك انت ورينا اش عندك فاديا في الكاردروب نتاعك اون ديتاي. اي فوالا هذه هي الجلدروب نتاعي هذو محويجي هذه لبستي كما تراو. اكثر حاجه عندي هي الجينات عندي اكثر من 30 جين مغرمه بهم على الاخر ميمسي حتى كي باش نهبط ناخذ غوب ولا ناخذ جوب نبدل راي عجبني جين ناخذ نروح هذه هي ستيلي هذه هي لبستي ولا سالوي موني ان شاء الله تكون سافا. انا فيديا نقاشي من تونس 26 سنه ان شاء الله بيانتو باش نجي بحذاك حابك تنصحني على برشا حاجات باغ اكزومبل على ستيل لبستي على نسوان لازمني نعملهم شنو الحاجات اللي نستحقهم معناها البوم تاعي شعري سورتو لي انا معناها بيانتو باش نعرس دونك نحضر العرسي ان شاء الله جوي ولا اوت نحب نخرج مزينه في عرسي نحب نخرج احلى عروسه. منى سمعت ميساجك وشافت الفيتير ودعاتك باش تقابلها وتحكي اكثر على شنو لازم بالضبط. الو خفينتيا سافا Bien arrivée. Ça va, oui. Quand tu étais contente d'avoir été choisie chez Style Plus. Équide, oui. Et surtout, surtout, on a fait Belly Beak à l'Arskala Khrib. Et oui, bientôt, ça va. Juillet-août. Juillet-août. Mais d'abord, quand tu es située là, c'est qu'il y a un petit problème. Je n'ai pas le problème. Comment je peux t'aider? ستيل لبستي ديما ميم ستيل ملي انا في كوليج ليسي فاكولتي خدمت توا نفس ستيل ديما جينز سبادري سينو بوتين بلا داكور تاك الاج 26 انا جو فوا دوفون موا اون بيل جون في الحقيقه مي سي فري لو ستيل سا ريست ا ديزيري معناها لو ستيل يا دي شوز افير. منى قبل ما تقول لك شنو لازم بالضبط باش تسمع كراي الناس كي شافوك في الشارع. اش خابك توا نعملو تلا نشوفو راي العباد فيك. داكور. بوغ اتخ سيور اي فيكسي. نتصور شعرها يكون قصير خير من اللي يكون طويل برشا. كان عملت كولور شعرها اغمق بشوية يكون احلى من هكا. والله في اللوك نتاعها هي مزيانه محلاها ما ناقصه مكياج كان جات عامله مكياج تجي احلى شعرها مش سافا برشا اما نورمالمون معناها تختار له لون يوتها احلى كان جيت فما كويرونس ما بين الحوايج لبستهم من الاوتا حوايج لبستهم من الفوق
تولي خير. حاجة قصيرة ممكن حاجة قصيرة تؤديها. نتصورها كانت تلبس ينغوب يطلع عليها أحسن. أما نتصور اللي دو ستيلي ويتيوها معنا. شقاولك فيديا؟ كريم فيه صحيح. فيه صحيح. في صحيح سي با شوكون سي دي زافي معناها معناها ليب مي فما برشا في صحيح سورتو اللي قالت تلبس سبور ولا تلبس اون روب معناها يوجهها الزوز. الكلام اللي سمعته فادية ما قلقهاش وشافت فيه برشا حاجات صحاح. مقعد لها كان تاخذ موعد مع موني بور لا بروميير ايتاب وهي شوا نتاع اللبسه اللي تواتي المورفولوجي نتاعها وتكون بلو شيك. احنا عندنا ان بو ترافاي مش حاجة كبيرة برشا بس كنت تبارك الله عليك. ميرسي. جو في انكور اكسونتوي باش نخرج لي ماني لي بوين دو بوتي نتاعك لا فيمينيتي نتاعك. ونقول لك هذا الكل نشوفوه معناها في لي زيتاب نتاع الغلوكينغ لابيمون لي سوان تو سا. داكور. اوكي. مي لا نقول لك اليزي ونتقابلو تري تري بيانتو. داكور. وتنكيت با. داكور. اون با سوكيبي دو تو سا. اوكي. داكور. اوكي. ميرسي. Fedia est une jeune femme de 26 ans. Elle fait pas son âge, elle fait même moins que son âge. Alèche parce que elle s'habille toujours très sport, des jeans, des baskets. On va prendre tout en main. Inch'Allah, باش نردولها نعطيوها un style اللي تمشى مع عمرها ومع la jeune femme qui qu'elle est réellement le jour d'aujourd'hui. من الوردية منى باش نهزوك الباب سويقة مع كانديدات الثانية نتاعنا درة. درة 26 سنة عاملة دي فورماسيون في الكوافير والانفورماتيك وتلوج على خدمة عندها مديدة. في انتظار الخدمة درة ماهيش دو جونغ كازاني وتقوم بعديد الأنشطة الثقافية في دار الثقافة في حومتها. في أوقات الفراغ متاعي نعمل تياتر في باب سويقة في دار الثقافة. نعمل دانس ايروبيك زومبا شرقي. عندها عديد المشاكل في اللوك نتاعها مقلقينها وخليوها تتصل بفريق ستايل بلوس. عندي تزيته في وجهي برشا نحب النتواياج ممكن فما حاجه في شعري هكا خاطر شعري على الاخر مترشق. في العائله دره في يونيك ودلوله وام وبو يحبوها ياسر وفاهمين القلق نتاعها ويحبوها تبدل اللوك وتتلهي اكثر بروحها. والله متقلقه من الكرش هي ومن فمها وبشرتها ياسر تزيت شعرتها ووجهها ياسر يزيتوا. توا اللوك كل واضح وانه مقلق دره اما كان تعطينا بالضبط شنو ما تي بريفيرونس. الاكثريه سبور ساعات سبور شيك سبور يا سورفاتمون وسبيدري جينو بول سبور وسبيدري والا روب وسبيدري كيف كيف ما نلبس طالونات على خاطر اول حاجه ما نجمش نمشي بيه ستانس ديما سبور. هذا الجاردروب نتاعي نحب شويه تغييرات من اللبسه اللي انا فيها وقلقت على الاخر نحب نبدل شويه ونمشي شويه البوزي شويه كلاسيك نخرج من سبور شويه كمان. توا واضح انه اللوك سبور هو سبب المشاكل وتحب حاجه بلو شيك. كان توجه مساجك لمنى وتقول لها فاش تستنى منها. سلامة منى انا درة المناعي 26 سنة من باب سويقة باش نجيك نحب نبدل لوكي خاطر قلقت بالحق من اللوك اللي انا فيه سبور برشا نحب حاجة جديدة هكايا ونبدل شوية تغييرات. منى استقبلت درة وبدات تشوف معاها شنو لازم بالضبط. شين تحب حاجة متاع عمرك معنا؟ ولا تتمشى مع عمرك؟ ولا مش ستيل هذي ان بو سبور هكا متاع صافي جون صافي ميم تخي جون وي باهي و تو سكي استيتيك و تو سا جيماجين كون با اوسي فار دي انترفونسيون بالنسبة للشعر بالنسبة للسورسيل. الحقيقة وجهي يزايد برشا الكرون ولا الفون نعملها في ساعات تنحى شعري مترشق برشا. لكن قبلها ليزيتاب الكل لازم منى تحط دره في مواجهه الشارع وتسمعها راي الناس في اللوك نتاعها. On va trouver فما عندنا toujours des solutions comme je dis toujours il y a pas de problème mais que des solutions. Je قاولك avant tout ça نعملو تال نشوفو واش قاول معناها شنو راي الناس فيك. اوكي هان اوكي allez-y.
ياسر انوار كل شيء في الغامق قصد اشعارها مش شكاكل نصور شعرها كان جاء اطول كان يجي خير لو كان جيت لبسه بوزي خير وشعرها لو كان جاء اطول زيدا شوي خير احسن لوكها مزيان اما كان جيت بوزي شويه وبصحتها شوي كل شيء في الغامق شعرها غامق لبستها غامقه دونك لازمها شويه تفتيح كان تكسر الكولير شويه تولي احلى مش كله في النوار كده تلبس هكا طالون حاجه هكا جوب ميني شوميز جوب شوميز اما هكذا نصور كان لابسه روب تكون احلى توتيها اكثر الباقي مقبول على قال لي اش قاولك في لافي نتاع العبيد كلامهم صحيح رايهم صحيح خاطر انا ديما في النوار ميم حتى شعري ديما نوار اي تي تروف با كي سي ان بو ترو ديجا الشعر نوار سا دورسي لو فيزاج تلبس في النوار دي غامق برشا ما مشيتش للوان اخرى روز بلو وراه سي فري يقول لك نوار يضعف انت تو قبيله قلت لي نوار يضعف لما تنجم تلبس ميم ان توتال لوك ان بلون يضعفك معناها سا فو ريان دير سي لاسامبلاج نتاع لي تونو هذاك تو نحكيو فيه بعد كي نبداو في ليتاب نتاع البارتي فيستيمونتير داكور درة كانت موافقة الناس اللي سمعتهم وعارفة أنها ياسر تلبس نوار أكثر من اللازم وما بقى لها كانت تتفاهم مع منى على رونديفو الأول بور لو شوا نتاع التونو اللي زعما تكون بلو ديفيرونت ألوغ درة نقول لك تخي بيانتو وإن شاء الله اللي حكينا فيه هذا الكل يصير كما حبينا وكما تحب أنت داكور إن شاء الله إن شاء الله نقول لك ملا بيانتو يعيشك ميرسي هالي دورة اليوم بحذية خاطر أنونا مار دو سون لوك فدت قلقت ألا توجور المين ستيل تلبس سبور برشا سكي ما فخابي من الأول في دورة اللي هي لي سورسيل كي سون أم بو فونسي أم بو ترو فونسي والشعر أوسي لا ميم تان تاعك في النوار سا دورسي أم بو لو فيزاج هذا الكل باش نبدلوه مع لو ستيل فيستيمونتير وإن شاء الله سا سرا كيك شوز دو تري تري بو في انتظار تشوفوا دورة بالألوان وستيل جديد نمشيو فصل صغير وبعد نرجع اقعدوا معنا.